بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات الأفاضل، متابعي قناتي كل جديد حول العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد بقدمه لحضراتكم عن موضوع مهم جدا جدا. الموضوع يمكن ما يخطرش في بال كتير من الناس، والموضوع ده تحديدا اتكلمت عنه قبل كده في فيديو سابق من فترة كبيرة على قناتي، لكن حقيقة ما لقيتش صدى للموضوع بشكل كويس او بشكل يلفت نظر الناس، فقررت ان انا اعيد الكلام تاني لعله يوصل لعدد كبير من الناس، لان الموضوع حقيقي 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 اكتشفت ان هو خطير. واصلا انا كنت بنظر نظرة سطحية للموضوع من الاول قبل ما افهم او قبل ما اقرأ مقالة معينة، فحبيت ان انا يعني اوضح لكل واحد بيفهم الموضوع بسطحية زي ما انا كنت فاهمه، ان لا خلي بالك في خطأ. الموضوع ده هو عبارة عن اعطاء اشارة من السيارات للسيارات المقابلة في حالة وجود كمين. الموضوع خطر جدا، هنعرف تفاصيله مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع يا جماعة، لما يكون في كمين السيارات بتعمل تحذير لبعضها بشكل غريب وبشكل خطر. بمعنى لو في الطريقين، الاتجاه ده رايح والاتجاه ده قادم او جاي، لو اي من الاتجاهين وجد كمين في طريقه بينبه اللي جاي من الطرف الاخر ويعرفه ان يعني زي ما بنقول كده بالبلدي كده وبالعامية، بيقلب له نور، يعني بيقلب له اضاءة السيارة وهو ماشي، حتى لو في ضوء النهار او حتى يعني في وقت النهار. يعني دي حركة مفهومة بيعملها كل السواقين، وخصوصا يعني يكاد يكون فئتين هم اهم فئتين بيعملوها، وهو سواق الميكروباص وسواق التاكسي. يمكن السيارات الملاكي بتعملها، ولكن مش بكيفية اللي هي السيارات الأجرة. كنت في بعض السيارات في بعض الأحيان زي كده، وشاهدت الموضوع بنفسي. وكتير قوي بنكون مثلا ماشيين على طريق سريع ونلاقي الموضوع ده منتشر، سواء اذا كان في رادار مثلا. الرادار مش بالخطورة، ولكن هو برضو بالتبعية خطر، لان الرادار ممكن لو انا نبهت اللي هو جاي بسرعة بيهدي السرعة لحد ما يعدي الرادار، فبالتالي ما يقعش في الكمين او ما يقعش في الخطأ، ويعرف ان هو اخطأ بسرعة عالية. ربما السرعة العالية يفقد حياته، واخرين كمان ممكن يفقدوا حياتهم بسبب سرعته اللي احيانا بتكون سرعة جنونية زي ما احنا بنقول. المشكلة الاكبر لو في نقل جماعي او سيارة فيها ركاب كتير وحصل فيه الكمين ده وحد شافه، فبينبه اللي جاي من الطرف الاخر لهذا الكمين. ايه المشكلة اللي هنا؟ الناس ممكن تقول، وانا كنت من ضمن الناس دي، عادي يعني ما فيهاش حاجة، يعني بسيطة الحكاية او الموضوع بسيط. لا، الموضوع مش بسيط ابدا لاكتر من سبب. ربما كان الكمين ده موجود علشان سيارة معينة بارقامها مثلا او بمواصفاتها او بلونها او باي كيفية، عن بلاغ معين من الشرطة، والكمين ده منتظر السيارة للعبور علشان فيها اي مشكلة، وليكن سارقين حاجة، وليكن فيها ناس خارجة عن القانون، والكمين ده هيمسك الناس اللي هي في السيارة دي. فلو السيارة عرفت ان في كمين عن طريق تقليب النور والاضاءة وهكذا من السيارات اللي هي جاي من الاتجاه العكسي او الاتجاه اللي هو عكس اتجاهها، يعني لان هو بيبقوا متقابلين، فده بينور ده بيشوف. ممكن السيارة دي تقف وتغير اتجاهها لاي شارع فرعي ولا لاي
مكان تاني، فبالتالي ما تقعش في قبضة الشرطة، وبالتالي الشرطة تفقد إمكانياتها للوصول إلى مثلا جاني أو يعني مذنب. دي نقطة. النقطة التانية، ممكن لو الكمين موجود علشان بيعمل تفتيش على السيارات اللي هي اللي بتمر من على الكمين ده، او من المكان اللي الكمين واقف فيه، ولو افترضنا مثلا ميكروباص، الميكروباص ده ركابه حوالي 14 راكب، وفيه احد الركاب ده من الركاب دول معاه وليكن مخدرات، معاه وليكن اسلحة، لو الكمين ده وقف الميكروباص بيفتش بعشوائية مثلا، يعني حتى لو مفيش بلاغ، وبيشوفوا هم الامن وبينظموا الوضع ده، وكان يقدر يحصل على الاشخاص اللي هم المخالفين بالكيفية اللي قلت لحضراتكم عليها، اذا كان مخدرات او اذا كان اسلحة، لو شعر اللي معاه الحاجة دي وهو راكب السيارة بتقليب الاضاءة من الطرف القادم يعني للسواق، ويقول له خلي بالك في كمين، فممكن يقول للسواق اقف انا هنزل، وينزل من السيارة اللي راكبها قبل الكمين، وبالتالي بينجو بمشكلته. فطبعا هو اللي زي ده، او اللي هو اذا كان مثلا معاه حاجة مخالفة، اذا كان سلاح او مخدرات، بالتالي مش هيقع في الكمين. طيب يبقى احنا كده لو عملنا الوضع ده، هل نبقى احنا ايجابيين؟ لا بالعكس، احنا سلبيين جدا. انا كنت اتخيل سابقا يعني قبل ما اعرف التفاصيل بصراحة، كنت بنظر للموضوع بنظرة سطحية، لا الموضوع عادي يعني، ممكن يكون بينبه السواق للكمين اللي هو مثلا في ساعات ناس ما بتكونش معاها رخصة حاجة كده يعني. لكن حتى لو مش معاه رخصة، هو خطأ كبير لو السواق مش معاه رخصة، او احيانا في اطفال بتقود سيارات مثلا ميكروباص او حاجة، ممكن يكون مش معاه رخصة ويحصل مشكلة، يخبط حد ممكن، او يعمل حادثة مثلا، فبالتالي بي بي بيروح بعيد عن ايد العدالة. فبالشكل ده هو بينجب فعلته بسبب اللي بيديله تنبيه، يعني احنا بنساعد المخطئ في ان هو ما ياخدش عقابه، وبالتبعية يبقى احنا مشاركين في الذنب ومشاركين في الخطأ. الخطأ بيكون كبير، مش المفروض اصلا نعمله، والمفروض كلنا ما نقعش في هذا الخطأ. دي بعض الحاجات اللي يعني ممكن تخطر في بالنا، ان احنا لو عملنا ده يبقى خطأ. الطرق السريعة ممكن يكون عليها مثلا لا قدر الله حادث معين، او سيارة معينة عملت حادث معين ورقمها اتصور بأي كيفية، والرقم راح للكمين اللي واقف بعد الحادثة، ومنتظرين السيارة اللي عملت الحادثة او عملت الجريمة، فبالتالي لو حد نبه ان في كمين، ممكن السيارة دي ما يوصلش ليها الشرطة، وبالتالي يضيع حقوق ناس، ممكن يكون لا قدر الله في وفيات، وفي ناس ماتت، او في ناس راح حقها في موضوع زي كده. فارجو ان ناخد بالنا من وضع زي ده، مش لازم نشارك في موضوع خطأ، وان الخطأ ده نفسه بيتراكم عليه، او يعني بيترتب عليه يعني عبء كبير، اذا كان جنائي او اذا كان قانوني. يا ريت ما نعملش كده. حبيت اقول للناس وجهة النظر او الفكرة، ان الخطأ هنا وده خطر علينا جميعا، يعني عايزين المجتمع يكون آمن، لازم كلنا نساعد في الصح مش نساعد في الغلط. حبيت أقول الموضوع للناس لعله يكون مفيد.
أتمنى يكون الموضوع أفاد حضراتكم حتى لو بمعلومة بسيطة، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.